فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا موظف في شركة سابك، ويقتطعون جزءا من راتبي شهريا، وفي نهاية السنة يكون على هذا الاقتطاع فائدة، والاقتطاع يكون على هذا الاقتطاع فائدة، والاقتطاع يسمونه ادخارا. سؤاله: هل يجوز لي أن أخذ هذه الفائدة؟ لا، هذه ربا ولا يجوز أن تأخذها، خذ رأس مالك فقط. نعم، الذي اقتطعوه منك خذه. نعم، وأما الفائدة فلا تجوز. نعم.